الجديد فيها طبعا ما شفناهوش قبل كده صراحه، يعني بتدخلي كل حاجه موجوده وكل حاجه نظيفه، بتدخلي تشوفي الحاجات مغلفه ونظيفه وعلى اعلى مستوى، فدي حاجه جديده علينا. والاسعار جميله جدا، في ناس يعني بعض من الشعب يعني طبعا دخلهم قليل بيقولوا غاليه، وفي بعض من الفئه اللي هي العاديه بتقول كويسه، ولكن الحاجات اللي في الجامعات الاستهلاكيه والحاجات دي بتبقى مؤمنه ونظيفه ومعروفه، يعني حاجات احنا بنحبها اكتر من اي مكان تاني. مطلوب من الجامعات الاستهلاكيه اللي هي الوطنيه العاديه انها تنمي المستهلكات بتاعتها، بمعنى انها تنوعها وتطورها، والاسعار برضو ايه، تشوف الاسعار بره بحيث انها يكون لها كيان ووجود عند المواطن المصري. لكن هي اي مبدرها وهي كتاريخ هي اللي بدات مع المواطن المصري من زمان. اتطورت طبعا، في جامعه اتطورت وفيها كل حاجه موجوده باسعار بتقل تقريبا بتاع 25% عن بره، والناس كلها بتلجا لها وبتشتري منها، يعني مش وحشه. قال ان كل نفر 100 جنيه ودي حاجه كويسه برضه، ما احنا ما بندفعش فلوس في التموين، بس الاسعار بيرفعوها صحابات السوبر ماركت، بيرفعوا اسعار السلع. يعني انا المفروض اخد حاجات كتيره قوي، لما انا احنا مثلا ثلاث انفار على بطاقه، في ولاد اختي وامهم وابوهم متوفين، هم الواد والبنت بياخدوا، بتبص تلاقي نفسك بتاخدي ب 300 جنيه حاجات، ما يعني المفروض هو يدينا بس تكون الاسعار كويسه. انت بتديني حق النفر 100 جنيه كويس، الله يبارك لك، بس الحاجه غاليه.